صباح الخير. اليوم باش نطيبوا صحلب والا درا، كل جهه كيفاش يقولوا على الاسم. هنا عندي درا نتاعي، عندي سكر، ولهنا عندي 750 مليلتر حليب. باش نصب الحليب نتاعي، باش نحط فيه 5 مغارف درا. هي لهنا راي سر نجاح الرسيت، هي لازم الكيل نتاعك صحيح. 5 مغارف درا، ودرا هذوما 3 4، وهذا الخامس. بالنسبة للسكر حسب الذوق، كل واحد كيف يحب. أنا باش نحط 3 مغارف كبار. لهنا باش نبداو نخلطو بالشوي نتاعنا، نخلطو في البارد الساعة بالقدا حتى نحس الدرا ما عادش بارد، ومن بعد باش نحطو على الغاز. بالنسبة للسحلب، فما عباد راهي تعملو دراع، احنا نقولو ديك فما عباد تعملو بالماء، معناتها في بقعة 750 مليلتر حليب نحطوهم ماء. ما وكل عادة 5 مغارف دراع، والباقي والسكر كما حسب الذوق. توا باش نحط الدراع نتاعي، ما نبطلوش على التحريك، نقعدو ديما نحركو. بالنسبة للزينة، فما عباد تحب تحط فوقو فاكهة، وفما شكون يحط تمر وجنجلان، كل واحد كيفاه. بالنسبه لي انا نحبو بلاش حتى شيء من فوق، سينو نجمو نحطو شاميه. انا ديجا عندي الريسيت نتاع الشاميه ديالي، حطيتها لكم في الشين يوتيوب، تو نحط لكم الرابط في صندوق الوصف. نجمو تعملو شاميه حاضره في الدار، منبطلوش التحريك. نشوفو كيف يبدا بالسياسة ويعقد. بالنسبة للروسات نتاع الشامية، قلنا نستعملوا فيها طحينة نجمو نشريوها، اللي هي جلجان ملحي، نشريوها ملحي بالزيت نتاعو، نشريوها حاضرة نلقاوها في الطاحونة الحكة ب6000. نستعملوا معاها حليب بودر، ونستعملوا معاها سكر محاور. ريسيت سهلة برشا واقتصادية على الاخر، يعني نجمو نعملو كونتيتي كبيرة. الحليب بودر تلقاوها في لي ماغازان اللي يبيعوا لوازم الحلو. ريسيت سهلة وتعمل لنا اقتصادية، تعمل لنا برشا شامية بسوم رخيص وحاجة نظيفة وعاملينها على يدينا. واللي عنده أي سؤال يخلي لي كومنتير من اللوطة، وأنا إن شاء الله تو نجاوبكم. نقعدو ديما نحركو. بالنسبة للدراع، نجم يكون كان فطور صباح محطوط عليه شوية فاكهة شوية تمر، ولا محطوط عليه شامية مع كيس قهوة يقنع النهار الكل. بالنسبة للصغار زيادة، تو نوريكم طريقة جديدة، طريقة نتاع فطور صباح. نهبط لكم دي روسيت، نوريكم بسيسة كيفاش نجمو نخلطوها خفيفة ونجمو ناكلوها خفيفة وبنينة. لهنا نقعدو ديما نحركو بالفوي، ولا حتى بمغارفة تنجم تحرك. توا الدراع نتاعنا بدا يولي خاطر كيما تراو، حركنا بالقدا ما فيهوش كعابر بالكل، كالعادة نقعدو نحركو.
نكمله. هذا هو الدراع متاعي، كيف يبدا يعمل شكل الفقاعات وقتها ما فيه. توا كيما تراو الدراع قاعد يعقد، فوالا بدا يعمل الفقاعات. توا السحلب نتاعنا ولا دراع احضر كيما ترى، هاكا تظهر لكم بالك التكستور خفيفة شوية، كي نصبوه ويبرد يولي في بلاصتو بنين. توا مقعد كان باش نصبو الدراع نتاعنا، كما قلنا اللي يحب ينجم يزين بالفاكهة ولا بالشامية. ان شاء الله تكون عجبتكم الرسائل. هذوما هما الصحافي نتاع الدراع نتاعنا حضروا، ان شاء الله تكون عجبتكم الرسائل. ما تنساوش ابوني فوا ماشين، اللي مازال ماهوش ابوني يكليكي على كلمة ابوني الموجودة تحت الفيديو مكتوبة بالروج. وإن شاء الله تكون عجبتكم الرسالة. بسلامة.